استمع لهذه التوكيدات في مكان هادئ، أغمض عينيك وتنفس بعمق. اجعل جسمك يستريح أكثر مع كل تنفس. هذه الأفكار التي ستستمع إليها ستبرمج عقلك الباطن وستصبح ملكك. لقد تم اختيار هذه التوكيدات بعناية كبيرة ليكون لها أثر فعال وسريع على برمجة عقلك الباطن للنجاح والثقة بالنفس. أنا مغناطيس للنجاح. أجذب النجاح في كل ما أقوم به. أفكر بالنجاح فقط. أفعالي موجهة نحو نجاحي. دائما أتخذ القرار الصائب، ما يقربني نحو النجاح. أتعلم من تجاربي. أتحكم في مشاعري ونزواتي. أعلم وأدرك أن تفكيري الإيجابي يقودني نحو النجاح. تفكيري الإيجابي دائما ما يجعلني متناغما مع الكون. العادي هو النجاح بالنسبة لي. أستغل الفرص وأعمل عليها. دائما على استعداد، والحظ دائما في جانبي. نجاحاتي الصغيرة تدفعني نحو النجاح الأكبر. أبواب جديدة تفتح لي كل يوم. أركز على الحلول وأواجه المشاكل بقوة وثبات. أرى النجاح في كل مكان. أهدافي تحتاج إلى الانضباط، التركيز والحماس، وهذا ما أتوفر عليه تماما. أجد نفسي مستمرا حينما يستسلم الآخرون. إذا فشلت في شيء يجعلني أكثر رغبة في تحقيق النجاح. حين أصمم أنجح دائما. أحسب خطواتي جيدا وأطبق مباشرة بكل ثقة في النفس. ثقتي بنفسي من إيجابياتي. تناغمي مع الكون على أعلى المستويات. ما أروع هذه اللحظات التي أعيش. أشكر الله وأحمده على نعمه دائما. أنا أصنع واقعي.
أنا أصنع واقعي بشكل واعي. أدفع بقدراتي لأبعد الحدود. المصاعب تجعلني أكثر سروراً وتركيزاً. المصاعب تقويني. نجاحي ينبع من إصراري وتفاؤلي. الله يمدني بعونه وأستشعر ذلك في واقع اليوم. كلي شجاعة وحزم. أتعامل مع أخطائي بشجاعة، بهدوء وثقة. أتحمل كل مسؤولية في قيادة مصيري وحياتي. أستغل كل يوم للاستمتاع أكثر. أستغل كل يوم للعمل أكثر. أعرف ما أريده من الحياة وأنا الآن في تحقيقه. أغير حياتي للأفضل وبشكل واعٍ. أواجه العالم بكل شجاعة وثبات. أتحمل مسؤولياتي وأعيش شخصيتي أنا فقط. أحقق أحلامي من أجل نفسي. أرفض الاستسلام وأصر على النجاح والاستمرار. أتجنب كل من يحط من قدري. أعرف قدري وهذا يكفيني. أجلب لنفسي أناسا مثلي. أنا أصنع واقعي. أشعر بالسعادة حين أرى نفسي في تحسن. أنا أصنع حاضري ومستقبلي. أنا إنسان قادر على النجاح فيما أصمم عليه. أستمتع بما أقوم به حتى وإن بدا صعبا. لدي العزيمة الكافية للنجاح. قادر أنا على فعل كل شيء الإنسان قادر على فعله. أؤمن بقدراتي للوصول للنجاح الأسمى. الله يعينني على ما أريد تحقيقه.
الاستسلام عدوي. أحلامي كبيرة وأعمل بجد لتحقيقها. أنا واثق من تحقيق أحلامي. أنا قادر على تحقيق أحلامي في حياتي الواقعية. أتطور كل يوم للأحسن دائماً. حينما أتذكر الماضي أفتخر بما حققته اليوم. أفتخر بما حققته إلى الآن وما أحققه بشكل مستمر. القادم أروع. أستغل كل لحظة من حياتي للعمل باستمتاع وبجد. أنا في مكان عال وأسعى لما أعلى دائما. تركيزي العالي يساعد علي أمر النجاح. أنا الآن أنضم لمجموعة الناجحين في هذا العالم. النجاح يرحب بي وأنا أسعى إليه. أتخيل ما أريد، أؤمن بما أريد وأحقق ما أريد. أركز على نفسي دائما. تركيزي على الآن وما هو قادم فقط. الناجحون هم قدوتي. أركز على ما أريد حتى أصل إلى مبتغاي. حينما أفشل في شيء يجعلني ذلك أكثر إصرارا. أدرك أن الفشل جزء من طريقي إلى النجاح. الفشل مرحلة وجيزة وعابرة. النجاح هي حالة السائدة والطبيعية. أشعر بالسعادة حين أستحضر نجاحاتي.